مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تزيين كيك كبير. عنا كيك على فانيلا وكيك على شوكولا وكريمة كمان، عصير اناناس وبلوبري، فريز، مانجو، كيوي، اناناس لزينة وليمون وشوكولات جناش. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بنحط الكيك على النص بهيدا الشكل، برش عصير اناناس على الكيك بهيدا الشكل، بحط كريمة، هلا بحط اناناس بين الطبقات بهيدا الشكل. رح اعمل بالنص فانيلا، بحط عصير اناناس كمان نفس الشيء، كمان بحط كريمة بغطيها بالكريمة. هلا بعد ما غطيتها بالكريمة كلياتها لطبقة الفانيلا بحطها على الطبقة الأولى. بسم الله بهيدا الشكل بظبطهم على سوا بعض. هلا شو بعمل؟ بعملها شوي بهيدي الطريقة لهيدي الطبقة عشان يفوت بقلب العصير شي خفيف، وبحط كمان عصير أناناس نفس الشي. بعد ما حطيت عصير أناناس على هيدي طبقة الفانيلا، هلا بحط كريمة كمان نفس الشي، بحط اناناس كمان نفس الشي. بعد ما حطيت الكريمة والاناناس هلا بحط هيدي الطبقة الاخيرة، هيدي الطبقة الاخيرة كمان بحط لها شي خفيف عصير اناناس بهيدا الشكل، كمان كريمة بدهنا كريمة كمان، منحطها مع بعض على طبقة الفانيلا. بسم الله، هيدا الشكل النهائي. بنحاول نجلسهم نفس المستوى. هلأ بدنا نغلف الكيك من الخارج كله بكريمة. بعد ما غلفت الكيك هلأ بدنا نحط شوكولاتة جناش على الكيك بهيدا الشكل، شي خفيف، تنقيط خفيف. هلا بعد ما حطيت الشوكولا بدي اعمل شكل ورود بهيدا الشكل على الكيك. كمان نفس الشي بعمل من الاسفل بهيدا الشكل. بعد ما عملت الدائر بهيدا الشكل هلا بدنا نحط الفواكه. اول شي رح احط الليمون بهيدا الشكل، برجع بحط كمان اناناس بهيدا الشكل، هلا بحط كمان بلو بيري، هلا بنحط كيوي. ما رح يساع معنا المانجو على الكيك، رح حط اخر شي فريز. هيدا الكيك اللي عملناه مع بعض. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.